السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. البارحة تأكدت عاد السير وقلت بخبركم عن البرنامج ومحتواه. محتواه ما بخبركم لين إن شاء الله أوصل لك لين يسوي، لكن عاد بما معناه أن باكر إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت. الخميس بيكون الساعة 1 بكون في الشارجة وبرد جدة دبي وبمسي في دبي. الخميس الجمعة والسبت يكون 3 أيام جميلات إن شاء الله، بشوف العرب والعرب بتشوفني. يا غير مبعيد والالتزام والحشم والكرامة للي نزلوا القرار هذا بالالتزام من بعد وعندك ودونك، وما حد يوصي حريص، كلكم تعرفون أنتوا إن القوانين هاي تمنع قل الالتزام. وسكني أكيد بيكون في أحد فنادق عمار الجميلات اللي ما شي شارات الفنادق في الدنيا العودة. إيه نعم، من حيث المستوى، من حيث التصميم، من حيث الخدمة، من حيث كل شيء، الأكل وكله كله كله بويها عندهم ما شاء الله عليهم. عمار كل شيء تلقطه فنان ويعجب جميع الأذواق ويرضي جميع المستويات ومقدور كل الإنسان السكن عنده، كل إنسان يسكن عندهم لأن عدة مستويات من فندق بو نجمتين لين فندق لك نجمة، كل بوي عندهم. الأمور وايدة والأخبار وايدة واللي يستوى وايد واللي بيستوى إن شاء الله أكثر، وكل خير وكل فضل من الله سبحانه وتعالى. شيء اليوم أكل وشيء زراعة وشيء رمسة وشيء سيرة وشيء جي وشيء رياضة والدنيا مطرجة. يلا سيري الدنيا ونحن سايرين وياك. ومثل ما قلنا لكم من قبل، محل الدين والدنيا، ولا بارك الله في الدنيا بلي دين. محل الدين والدنيا ولا بارك الله بدنيا بلي دين. يلا مثل ما قلنا لكم بالأربع ساعات خلاص حبي ننزل عند الجماعة. ألف لك مليون حمد الله على السلامة، نورت السناب، نورت قلوبنا، نورت وجوهنا بابتسامة. الحمد لله رب العالمين، النور عديك لنا الحمد لله. صداقة كورونا والخلدي ما حد متنبا، ما بشي أبي من الدنيا رحة ولا قوة، نستسلم ونرفع الرأي. يا حيك يا أبو محمد، يا حيك وسهلة، نورت قلوبنا، نورت السناب. الله يحفظك، الله يحفظك. ما يحتاج اسماء الرسائل بس ونسيه، ما يحتاج ترد لي انه يكفي ان نشوفك يوميا ان شاء الله من اليوم ماشي، يودي يكفي انه ما يحتاج ترد لي انه ولا شيء وتكلف له امرك. كل شيء وله موسم، كل شيء وله موسم. موسم اليراد، موسم الخنفسان، متى تدربه موسم الخنفسان؟ اول ظهور القيض، هذا موسم الخنفسان. وموسم الطياطير أول بعد ظهور القيض، أول ما يحر الوقت موسم الطياطير. وموسم الذباب عاد الحين جايكم، موسم الذباب متى عاد يستوي؟ موسم الذباب يوم يستوي داد النخل، يدت اللواد بالنخل وهبت على المراويح ووازمة أبوي اللي تغسل وتهب وتروح وتضم وتجنز. هذا موسم شو يسمونه؟ موسم الذباب. الحين بشروبه جايكم، جايكم أبوي الذباب هذا اللي يدخل في العيون من قوة. يا رب يا صلاح، صلاح في طبيعة يدق التليفون 40 مرة لازم ترد عليه، أما رديت عليه خلاص يعني كأنها قائمة القيامة. مشكلة صلاح هي والله. فحد من شيء من يوم بيجيك الوسم المطر تفرح به، وسم السمك، وسم البراء ووقت البراد، موسم الرطبان، موسم الهنبة، وقت اللومي، وقت البراد، وقت كل الدرور الجميل الفنان زينة، إلا عاد أشياء ما يكون هو وقت شو بلاك. من وين؟ السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالك؟ وبصراحة بلاها أبوي مناقي. أنا صراحة في تليفون. من شو ليه زعلان؟ بروحة أول إذا جينا سوي كلام تليفون. متى يجي هذا؟ هو يخبر الخصم، هو موجود. أنا طلع الحين يجي معا. هذا البرد أبوي من عند هالمكان. نورت السوشيال ميديا أبو محمد، شكرا جزيلا.
يا رب ابتزار البيت وابتزار ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه بعدها والهاي هذه طالت عب. نورت التواصل الاجتماعي أخوك سلطان أبو رمح من رأس الخيمة. مشكور يا أبو مايد، مشكور مشكور يا حبيبي. وهي عاد ما يدرب وين جاية صلاح حاليا ما بلية كانت ما حد يشجع إيش قال يعرف وين أنت عجوز زين حبيبي حبيبي لا كورونا حبيبي لا خلق أخبر بيسوون خشمات روم انت خشمك قرب مخك بيظهر المخ ما تبي حينه يو حبيبي حبيبي ما تروم ادري ادري بتي اسبوع انزل اصبر يوم بيشلون هذا المركز اللي بين في سيح شعيب هاي الساعه انت بتصير زين هي حبيبي انا غفل من غفل يلس مكاني ليش ليش يعني شو مشكلتك انت تبي تستارثني وانا حي بعد تعالي يا عدالي تعالي يا هني تعالي ما بنته خليه صلاح تعال يجلس انت اسد يجلس انت يسوي عنايه هيا قول لك ايلس 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 يا الله يا الله ولا كلام منو اللي وايد يتكلم واحد هذا في التليفون هذا ويا منو يتكلم اثنين زين ممنوع تتكلمون وبكوا عن بعض بكوا تعبين هي تهراني تروحنا ما نزداد نزيل وين سيرت وين يي ها صلاح هاي هاي باقة وين هدية من هدية حقك وين ما ربح حتى قول شكرا للي طرش الورد الله يا صلاح أقول لكم واحد أعرفه اسمه صلاح أحمد عبد الله الخالدي من يشوفني كلت شيء حتى لو متريج حتى لو متريج يقول والله يا المنكر يا صلاح يلا عاد يعني يعورني بطني ها ترى ما حد شافه ما ياكل صلاح مسوي رجيم لا تحرون ما بمسوي رجيم ولا كل شيء عندي ها ما تريقت انت اليوم بس هي عندي ما كل شيء لا ها شفتوا ما كل شيء السلام عليكم عمي خالد وخالدي الحمد لله على السلامة نورت سناب لا تختفي مرة ثانية أنا زلفة أخذ فدوة أنا ساكن بالليل اشتغل ساعة 12 وساعة أسد شو بلاكم شو مستوي شو مشكلة أنا بقول في ما يروح أنا أقول ما يروح خلاص أبدي جوا بخال بديه وين ما يبقى تروح بديه بس بنياس بس بنياس زيز قم قم كم الساعة حين؟ عشر يا عشرة أنا حليجي صلاة سلم بدين بعد أبوي من هالبيت أخر عند أوراق يطبعها خلاص بيصير بيت بدرية يا سلم عليها حبيبي يتغدى عندها لو عدنا ما بدي يسير الحين ممنوع يتغدى عندنا يعني لا شو عيا ليش شو مشكلة قدوني خد كلام بس كلام كلام شكرا شكرا مع السلامة مع السلامة ولي ما لي ما يبان بعبوي نحن ما نباه عافيه هي ذح ليه ما يبان بعدنا حمال با هاي الصق على كم تسوى ما اقول عنك شيء هاي مكسوره وتبرد ما باليد حيله يا صباح الخير وصباح الزين على ابو محمد وعلى صلاح وهالبيتهم وهالديرتهم كلهم جل اشوفهم ما ينقطع شو اسمك انت خالد بعد خالد خالد شكرا على الهديه وسلم على معازيبك وقول لهم هديته مقبولة شكرا بارك الله فيك شكرا الله شكرا هذا بعد هالآدر توي أيوة thank you from where this one from Cobblefloor ها Cobblefloor this is a gift from Cobblefloor sir thank you very much Mr. Kelly you're Mr. Kelly yes it's good to see you thank you say thank you for your sir welcome جاي نبوي هالورد من هالمكان الفنان عودا حميدا استاذ خالد الخالد مع تحيات كوكو فلاور للزهور شكرا جزيلا اقول لكم تونا خدمنا ترى الجبهه اللي توني اردت وياها وخلي وين يا بيبي طريقتها وكيف هذا كله الحين بنزل لكم اياها في السناب
هذه نقول غاية المتمني، هذه الكبد اللي هو يقول عنها غاية المتمني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا من اللي ندبوها الهدية، تستاهل اللوال، الله يلول عليك بخير يا أبو محمد وأم محمد، الحمد لله على السلامة، عطوراتنا عطورات أيدل. شكرا جزيلا للي مسوين هذا الشيء. شو اسمك انت؟ يور نيم؟ محفوظة. محفوظة، شكرا يا محفوظة، سي هلو فور مدام، هاك اعطيها مبروكة. يو نو مسلسل اول محفوظة ومبروكة. يلا ثانك يو، سي هلو فور مدام. شكرا. السلام عليكم، اهداء حق ابو محمد خالد الخالدي. يستاهل صباحي والقضي والميلاحي، صباح الصباحي والقضي والميلاحي. عاش ابو محمد، عاش عاش فرحنا، عاش. قالي هلو يا زين انا حبك انت وين، قالي هلو يا زين كارندو نانو بوانتو نندو مسكامن، قالي هلو يا زين انا حبك انت وين، قالي هلو يا زين. سلام عليك. متجر الكتروني يجيب ابوي كل احتياجات العمال المساعدة، كل شيء يحتاجونه في البيت للعمال المساعدة هم يجيبونه منهن هالمظلات. هذا ترى إعلان، إعلان مدفوع الثمن، ويخدتنا كمية منهن بجسمها، ترموا بجسمها على العمال شرق وغرب بألوان كثيرة وعديدة، من هالأبيض والبنفسجي والبربل، لا 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 كل حسب على حسب النادي اللي هو يشجعه، ويعطون أبوي الوادم. إن شفت أبوي عامل خاري مال كشرة ولا اللي يشتغلون في الشوارع ولا هاي العش، محمد صديق صديق أصلي كان بعد هذاك. هي والله تعال تعال بابا تعال. أي حد عامل تشوفون تبون تعطون شيء من حي وحاي وبيع مسابيح، هذا هو إعلان أبوي وهو أجر وهو كل شيء زين، ليش المشكلة يعني؟ أجر وزين وفنان، أجر وبيزات شيء خير على الأجر وبيزات. يا ربي مدفوع أجر مدفوع الثمن، سبحان الله يعني. ها أيوة ها نمبر ون زين، ايوه بارك الله فيك، تيك تاك استلم الشيء، يلا بارك الله فيك. بابليار كل مره نجيب النيل واشوفك. لا خل شوفك العافيه، لا خلينا منك. زين ابوي ما تبين تبك شم كحينه يا عيال، انا يا بكلو عندي هالعيون والله ما البس شم دبت حياتي. ما شاء الله تبارك الرحمن، حليلي شي بعد هنا حين ما لحقت على ايام شد والعد الاول، ايام شدي وعدي انقز على كراع. الله يبارك في حياتك يا ولدي، مرحبا مرحبا مرحبا، الله يسر الله يسر امورك. بقول لك ما شي شرات ابوي فعل الاجر، اللي يبى الاجر له مليون و600 باب، ملايين الابواب للشو للي يدور الأجر، شيء مثل هذا جيمة موافقة. والشركة ها أبوي موقعهم إلكتروني، واللي تحتاج الأعمال المنزلية كل موجود أبوي عندهم، كل العمال العمال الحماميل هالبشياء كلهم أبوي عندهم، كل شيء عندهم. هاي أقولكم راقدتن واحد من هات الساعة من العصر، صليت العصر وناش عقب أذان المغرب يمكن بربع ساعة، والله يا أبوكم صوخن عندنا في البيت غير نمونة، لا إله إلا الله. قلتلكم راقدة راقدة، سمعتوا بها الرقدة اللي يقولك عليها رضوان من الله، هذه هي الرقدة اليوم. طحت حمالي، طيحت الحمالي اليوم، أنا طحت أرقاد رقم شنان. شو تريد شو بلاك انت نادي؟ ما نسيت عاد انا شريد الحين، ما اتذكر. سر برايك ثانك يو ابوها، حتى السمك يا ابو، حتى السمك حتى السمك سمك ويا هذا، ها شيء هذا حد جايب لنا زين. بعد نورت السناب، هذا ابوي من هالمكان.
شيء بعد مطير، هذا بسكوت مطير. زين شكرا جزيلا. وهذا ويمي عصام مي، وهذا ما يندرى بوي، شكرا جزيلا. وهذا ما يندرى بوي بعد، شكرا جزيلا. وهذا ما يندرى بعموي، شكرا جزيلا. وهنا في مي الخرائط، شكرا جزيلا. What you said about here? Now we have fish. Hey. Yes. But from where? I don't know. You didn't check? No. It's written in Arabic, so it's here maybe. Here, نورت سناب شات. Happy to see you in Snapchat. Anyway, شكرا جزيلا للك. هي والله happy like the fish. تقول هذا عرف من وين؟ وين هذا؟ هو هذا أمي سعيد. هي. ند الشبا دبي. من ند الشبا من عند أم سعيد. إيه. دبي. دبي. شكرا يا أم سعيد وما قصرتي. وأنت شو جايب أنت؟ أنا شيل هذا. أنت ما تجيب شيء؟ لا. بس سما يعني خلاص حرام أنت تجيب؟ يلا سير سير. والله ولا أخذت لي ولا فنجان قهوة. لين الحين؟ برنج هذا من وين؟ ها من وين هذا؟ هذا جيبه فاطمة وسني. هي فاطمة حسني. مشكورة يا فاطمة، مشكورة يا فاطمة حسني. يلا خلص شغل انت؟ شكرا. طالع الفش، شوف الفش اللي يبنى لك الفش، هذا الفش فش فش بيبي ما شافه قبل. شوف الفش يا بديت رويلاتك، يا بديت رويلاتك بديتك انا. شوف الفش. شكرا ابوي اللي طرشوا الفش. هاي لا اللي طرشوا الفش. هاي شفت الفش؟ هي حبي ياكلهن؟ سلمونا بكره. لا 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 ما لاتي عليها، ما بمالاتك. يلا 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 يلا. اي نعم. عليكم شوف الالوان تالي جاي وما زينها. شكرا يا بنتنا فاطمه، شكرا شكرا ما قصرتي. وهذا بعدها جايين خبرتكم عنا. افتح احمد شوي، ما بظهرك ما بظهرك خلاص من بعيد. يا رب كم بناكل. يلا سكر سكر الحق علينا. وهذاك في ما ادري هاي في بعد اشياء بعد من قيل. اشوف بعد هذاك بسرعه احمد، بسرعه حبيبي. اشوف يوم امك محد كل شيء، كل حد يطرد شيء. ترى أبوي أمك متقاعدة علينا. يا بديتك أنا. هلا ابو محمد. ها الله يعطيك العافيه. تدري كتها هل هل هي؟ اقول لكم كل شيء في احتمال الواحد يبدله في حياته الا التمرين، الرياضه. الرياضه شيء وايد اساسي في الحياه، ما تروم تودره ولا تروم تستغنى عنه. كان تبى تعيش حياه هنيه، كان تبى تعيش عيشه سعاده طول حياتك، اوعى تودر الرياضه. إن كان مشي ولا سباحة ولا غواصة ولا ركب ولا ركوب خيل، أيا كانت الرياضة ضروري الإنسان. ولا أنا طولي ولا وزني ولا متني ولا زي شيء الفلاني ولا العلاني، ما تروم تودر أي شيء. والسبة تتعلى تقول والله أنا ما بروم أتمرن، لا ما تودر التمرين أبدا أبدا. ما حريمي الكبار صغار كذا، اللي يجري اللي على سيكل اللي على مشاية اللي شيء ماشي، كل شيء موجود. لازم الإنسان ما يودر التمرين وايد. أنا اللي تعبت أنا والله يا ساعات أي كأني مقيود للذبح من كثر التعب لي فيه، وشد إني أي وانتصر لو أقبض خط وأوصل أبو ظبي أذان المغرب. لازم أنا أصلي سيدي هي أحس تأنيب الضمير. شفتوا لي صارج؟ شفتوا لي عريدين هنموني يوم ما أتمرن؟ هي والله آزمة الرياضة في حياتي شيء أساسي أكثر من 30 سنة. ما ضروري انا غادي واحد سكس باك، سكس باك وين ما ياتي وما انا صغير الحين عقب ما شوفت بدي، لكن بعدني مستمر لله الحمد. بارك الله فيكم.
غير الرياضة غير كمال الأجسام يسوي جسمك حلو، شو فوائدها؟ فوائدها تستفيد من ذهنيا ونفسيا، والرياضة ضرورية للجسم. يقول لك الجسم السليم العقل السليم الجسم السليم. تعرف اليوم أنا متغدي؟ شو متغدي اليوم؟ حريرة. الله 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 شوف الله عليك، هذا الجسم السليم. شكرا كابتن. وتزيد في جمنا هذا شيء اندور. شوف العالم ما شاء الله تبارك الله، ابو عديل كل مره تبين بين هذا والثاني متر ومترين متر ومترين، وهذا اوت دور بعد، وهذا داخل. شو ما شاء الله، شوف العالم، وكل بين هذا وهذا هذا الاوت دور، ناهيك عن هذاك اندور وهذا اوت دور. هذا خايف في الهواء الطلق. مكان روحي يا شرح الخاطر. هي والله مكان وايد جميل. شو بقول لكم؟ أهم ما في الموضوع، أهم ما في الموضوع الالتزام حتى وقت التمرين. ما شاء الله عليه كلن بكمامته، كلن بكمامته، وقت الإجهاد لا يدوكم. ها أنقز ما تنقز عليك يا ملل. ما شاء الله عليهم. إيه والله شيء جميل يعني. حتى اللي مسافر على عمارة مغرف اللي يتمرنون يعني تمرين خاص، واللي في المكاتب مال فحص الدكتور هناك، هاي الغرفة فوق مال فحص الدكتور، حتى مال فحص الدكتور لابسينهم كمامات. مال يعني اللي فحص اللياقة يعني لازم أول ما يجي يشوفون القلب ماله والضغط ما أدري شو أشياء وايد والله حلوة عندهم. روح ما شاء الله عليك، روح تبارك الرحمن، روح ما شاء الله عليك، روح ما شاء الله عليك. أقول هذا الكابتن ما يسمونه مارتا من نرويج، ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. شفتوا اللي يقولوا ياكل على رباط بين غدا وعشاء عيل ما يسده، لا يكون فهم لي. ما شاء الله، روح كابتن، شوف الوزن 55 باي ميروب. روح انت، روح ما شاء الله عليك كابتن اسي، ما شاء الله. هذا الشيء بالخرب العود. شوف يوم يقول شدوا العربان بالكلي، ها أبداً حنات ما يكشون الدباب خلاص، لأن هالعرب وكلها بوي باشر، اللي ساير البي واللي ساير البحر واللي ساير دلمة واللي ساير اللي يزر واللي ساير اللحوة واللي ساير ثير واللي ساير غرب، وأنا بويها على ما تشوفون. باجلي ما يغارب 20 دقيقة وبخلص، هاي أبوي حنخطفها 10 دقائق. أقولكم في الرقم مالي اللي أنا حاطنه مال إدارة الأعمال في الإنستغرام في كل مكان، شيء رقم إدارة الأعمال معناته اللي بيسوي دعاية ولا يبي يحجز موعد ولا اللي كان يعني أي شيء يحتاجه التاجر أو المتابع أو أي شيء كان في الإعلانات، ويبقى يراجع المسؤولين عن المواضيع هاي في حساباتي، لا يطر السلام عليكم ومسا الخير ويتري الرد من إدارة الأعمال وبعدين بيردون عليه السلام وش حالك وكيف انت وش لا، هذا مكتب وظفين وناس مشغولين عندهم يعني رقم كبير من الاتصالات والمسجات والواتسابات، فما بيرمون يردون على سلام عليكم، لا سلام عليكم، هذا رقم حسابنا وهذا رقم الانستغرام مالنا وهذا تليفوننا، كتبوا شو المطلوب باختصار وهم بيتصلون بكم. إنما سلام عليكم مرحبا، حالك يقول مرحبا وش حالك يردها بخير كيف ليش أفهم ليش شو السبب شو هنا طالت عمركم، واللي حيد عمره ما عنده ترخيص
لا تجاري ولا منزلي لا يطرش واتساب، لان اي اعلان نحن نقوم فيه لازم يكون مرخص، بدون ترخيص ما اقدر، ما اقدر، ممنوع، ممنوع من امر الحكومة يعني. هل بالوزارة قال لي لا تسوون اعلان الا اللي عنده ترخيص منزلي او تجاري، بدون ترخيص ما يسوي الاعلان. تطلع علي هنا خاف المشكلة، بخت عيني ودي، لكن اذا ان ما عندهم ترخيص ما يستوي، اللي ما عنده ترخيص لا يطرش رسالة اللي هو واتساب. هذا اولا. ثانيا مثل ما قلنا لكم، اللي بيطرش واتساب يذكر يحط رقم حسابه والرخصة ماله وحسابه في الانستغرام، ويردون عليه اللي يشتغلون. ولله الحمد ما بقصري الوادم، لا بضبي ولا دبي، كل هالامارات شيء ترخيص اونلاين، وانت جالس دقيقة واحدة حصلت الرخصة، حتى لو بتبيعين قماش، حتى لو بتبيع مربع جندل مسامير مكاين سيائر، كل بوي الترخيص، كل حديبة ترخيص يعطونه الترخيص الأول، بس حق فلان وزيد وعبيد والشركة الفلانية وضمان ولا لا. الحين الأمور طيبة، تروم تبيع من بيتك حتى يبوك ستميات مرتعشات، تروم تبيع أبوي مكاين سيائر، تروم تبيع أروين بصل مسامير دياي بيض بمحاحتين، كل شيء أبوي تروم تبيع، حتى البيض بمحتين دياي فافت دياي حبحب دياي باكستانيات براحمة، تبيع دباح، تبيع كل شيء له ترخيص وكل براش، شو المشكلة أونلاين دقيقة وحلي وصلت. والله يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى، ويرزقكم ويرزقكم ويرزق أمة محمد من فضله يا رب.